صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن اخبار الجو النهارده، وخصوصا عايزين نعرف كمان ايه المناطق اللي هيكون فيها سقوط للامطار. طبعا في استمرار لتاثرنا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بيكون معاها طبعا سقوط امطار، وكمان انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره. طبعا سقوط الامطار اليوم هيتواصل يوم الثالث على التوالي، يمكن احنا بدانا من يوم السبت الماضي سقوط امطار على المناطق الساحليه، وده اللي متوقع استمرار اليوم. امطار متوسطه على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح، العلمين، الاسكندريه، كمان شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، كمان سواحلنا الشماليه الشرقيه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، بعض المناطق من وسط سيناء. فتنتقل كمان الامطار لمناطق متفرقه من محافظات جنوب الوجه البحري، امطار في مجملها خفيفه، ممكن تزيد عن الخفيفه في بعض الاماكن، وايضا بعض المناطق من محافظات مدن القناه، الامطار كلها هتبقى في منطقه دون الاخرى وعلى فترات متقطعه من اليوم. بالاضافه كمان درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، خاصه خلال فتره النهار. عظمى على القاهره الكبرى متوقع اليوم 29 درجه مئويه، فبالتالي احساسي بالطقس هيظل طقس خريفي مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طقس معتدل تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فتره النهار وتحديدا في فترات الظهيره مع شده الاشعاع الشمس. لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل انخفاض في درجات الحراره، ملموس اكتر بقى في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، يعني اوقات الفجر وفتره الصباح الباكر هي اللي بنحس فيها بالبروده والاجواء المائله للبروده. الرياح بيزيد شويه معانا، بيبقى في نشاط نزل للرياح بيخلينا نحس بمزيد من انخفاض في درجات الحراره، وكمان درجات الحراره الصغرى انخفضت، الليل بدات فترته تطول بشكل كبير، فبيحصل تبريد بشكل كبير، فبدانا نحس بالصغرى. الصغرى فتره الليل بتسجل العظمى، بتسجل على القاهره الكبرى خلال فترة الليل 21 درجة مئوية، بعض المناطق من محافظات الصعيد بتبقى 17 و18 درجة مئوية، فبالتالي البرودة بنحسها في فترات الليل متأخر فترة الصباح الباكر. نشاط الرياح زي ما قلنا في الأول هو نشاط رياح نسبي غير مثير لأي رمال وأتربة، فقط هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة فترات المساء وساعات الليل، ومش في كل المحافظات كمان. صحيح.